لو هنتكلم على افريقيا، خليني برضو في موضوع عايزه اروح بيه لحضراتكم، لان احنا من اول يوم كنا وعدناكم ان احنا هنوصل صوت الجماهير هنا من خلال برنامج السادسه وصوت جماهير الاهلي. هم محتاجين يقولوا ايه واحنا بنوصله، وده مش بس صوت جماهير الاهلي. الحقيقه الجدل اللي حاصل في الموضوع ده يضايق. لما يبقى في اخبار شبه مؤكده طالعه من المسؤولين في المغرب والصحف في المغرب انه مباريات نصف نهائي دوري ابطال افريقيا هتتاجل لشهر اكتوبر، والكلام ده الاتحاد الافريقي ما اعلنش عنه رسميا وما تقلش، ومصر مش عارفه اي حاجه من الكلام ده، لا وبناء عليه المفروض ان في مباراه للوداد والرجاء يوم 24 سبتمبر، ومفروض اصلا الرجاء هيلاعب الزمالك 25 سبتمبر والاهلي مع الوداد 26 سبتمبر. طيب يعني هنا مش في تساؤلات كتير من حق اي حد في مصر انه يسالها؟ يعني الناس لما تيجي تقول هل نفوذ المغرب للدرجه في الاتحاد الافريقي، طب ما الناس ليها حق. يعني ايه يبقى في كلام شبه مؤكد طالع من المغرب؟ هو طبعا لحد دلوقتي الاتحاد الافريقي ما قالش اي حاجه، الكلام ده احنا بنتكلم على اخبار طالعه من المغرب او الصحف المغربيه او مسؤولين في المغرب ان مباريات نصف نهائي دوري ابطال افريقيا هتتاجل، ومفروض ان مصر مش عارفه اي حاجه، احنا ما عندناش اي معلومه بالكلام ده. طب هي الناس دي بتلعب مين؟ هو مش مصر طرف في الموضوع ولا الدول المغربيه بتلعب او الفرق المغربيه بتلعب نفسها؟ لا احنا طرف في الموضوع، فاحنا المفروض نكون عارفين ايه اللي بيحصل. النادي الاهلي على اتم استعداد ان هو يلعب اي فريق بكامل قوته، وبنتمنى طبعا الشفاء والسلامه لكل لاعبي الوداد المصابين بكورونا، ونتمنى ان هم يقوموا يا رب بالف سلامه. بس يا جماعه لو في نيه للتاجيل وعارفها المسؤولين في المغرب واحنا مش عارفينها، يبقى في مليون علامه استفهام في الموضوع ده. يبقى لما الناس تيجي بتقول انه الناس بقى تبدا تربط بقى الكلام، ده كان في كلام بيتقال انه الوداد او الكره المغربيه هتتعوض بعد خساره الوداد من الترجي في نهاية افريقيا اللي فات، ويبداوا بقى يقلقوا ومش لا، حقهم، حقنا ان احنا نسال. في مليون تساؤل وفي مليون علامه استفهام، هل نفوذ المغرب في الاتحاد الافريقي للدرجه ان هم يبقوا عارفين معلومه احنا مش عارفينها؟ لحد دلوقتي المفروض المباريات في ميعادها، ولحد دلوقتي المفروض ان مفيش تاجيل واحنا ما نعرفش اي حاجه. فالحقيقه المفروض انه الاتحاد الافريقي لازم يطلع ويحسم الجدل ده تماما، لازم نعرف المباريات دي في ميعادها ولا لا، ولازم نعرف هو فعلا المغرب كان عندها معلومه قبل مصر ولا لا، لان مصر طرف وطرف مهم وطرف قوي وطرف كبير، فما ينفعش يبقى في معلومه عند الناس الثانيه واحنا لا. فالحقيقه احنا محتاجين الاتحاد الافريقي يحسم الجدل ده تماما وفي اقرب وقت، وكمان محتاجين ان اللعيبه بتاعتنا زي ما هم يركزوا. زي ما فايلر قال، انا بلعب مباراه بمباراه، انا جاهز والله، هتتلعب بقى الشهر ده، هتتلعب الشهر الجاي، وبغض النظر في ناس من جماهير الاهلي شايفه انه التاجيل ده هيبقى في صالحنا، وانه يبقى اللعيبه كلها رجعت، المصاب يرجع، لو في ايقاف خلاص يبقى ما فيش ايقاف واللعيبه كلها تبقى كامله. في ناس تانية شايفه لا، ان احنا بقالنا فتره بنلعب رجلنا في الملعب يعني زي ما بيقولوا، وانه الوداد بقاله فتره ما فيش لعب، في فتره راحه او توقف، فكده هيبقى في بريفيليج او ميزه اضافيه بالنسبه لنا احنا. بغض النظر التاجيل في صالحنا ولا مش في صالحنا بتتكاثر الاقاويل، ولكن فعلا لو في تاجيل او في نيه للتاجيل لازم يكونوا الطرفين عارفين زي بعض، وما ينفعش ابدا يكون طرف عارف والتاني لا. الاتحاد الافريقي لازم يطلع ويحسم الجدل ده.